اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، اهلا بجمهور النادي الاهلي في كل مكان. الفقره الحواريه الاولى النهارده من برنامج الاهلي الليله بيشرفني فيها الكابتن علاء ميهوب، احد نجوم فريق النادي الاهلي السابقين واحد علامات التدريب في كره القدم المصريه. كابتن علاء برحب بيك اولا على شاشه قناه الاهلي. اهلا بك يا محمد. اولا طبعا يعني حلقه ولقاء جاي بعد مباراه الامس امام المقاولون العرب، خساره بهدف مقابل لا شيء. بداية لو هنتكلم على المباراة بشكل عام إجمالا كتقييمك الفني لهذه المباراة بعد التغيير الفني في الجهاز، وكمان حصل تعديل أو تغيير في شكل وتشكيل فريق النادي الأهلي في هذه المباراة؟ يعني ممكن مباراة في مجملها على فترات كان النادي الأهلي على فترات الشكل عام كويس، بدايته كويسة جدا، لكن في أوقات كده بتحصل محمد الفترة اللي فيها النادي الأهلي برضو فترة غريبة شوية. إصابة صلاح محسن امبارح في أول مباراة برضو حاجة مش في الحسبان، أربكت محمد يوسف خالص وكانت البداية اللي عايز يبدأ بداية كويسة، لكن خرج خسر تغيير نزل مروان، كانت بداية كويسة أوي في بداية المباراة، لكن الخطورة اللي أنت كنت بتدور عليها والناس كلها كانت مستنية بدايتك فيها والضغط اللي أنت تعمله بعد الخروج من البطولتين اللي الناس كلها طبعا أكيد في منتهى الحزن عشانها، ما كانش هو اللي ما كانش دافع جامد، ما كانش فيه استمراريه، عشان كده ضاغط الشوط الاول تقريبا كله امتلكت الكره، لكن الخطوره اللي هي خطوره مش كتير، يعني مش ما فيش انياب هجوميه زي ما بنقول احنا كده، تحس برضو في حاله يعني حاله انكسار لسه في الفريق، معنى صح يعني في حاله انكسار موجوده في الشكل العام كله بتاع فريق النادي الاهلي. هو الموضوع مش سهل طبعا خالص، ولا على اللعيبه ولا على الجمهور ولا على الاداره ولا حد خالص قادر يتقبل الموضوع ده، لان احنا مش جمهور النادي الاهلي مش متعود على كده خالص. جمهور النادي الاهلي متعود على بطولات، متعود على شكل، متعود على اداء، بطولتين في الفتره القليله دي بالنسبه له حاجه صعبه جدا، على الجهاز الفني نفس الكلام، على اللعيبه نفس الكلام، وبعدين ما انا بقول لك الظروف كلها بتيجي كده في اوقات مش في صالحك بالمره، كلها بتتراكم معاك مره واحده بالظبط، مش في صالحك خالص يا محمد، خصوصا موضوع الاصابات والناس اعمده الفريق كلها مصابه. يمكن انا متاكد منه لو الناس دي موجوده في نهائي الترجي ومع الفريق الوسط اعتقد الامور كانت اتغيرت تماما للنادي الاهلي، لكن هي ظروف بتحصل على فكره، بتحصل في كل فرق العالم، بيجي عليك وقت بيحصل لك كده اصابات، نتائج وحشه، تغيير مدير فني، بتحصل حاله من النتائج السيئه اللي انت مش متعود عليها او مش بتحبها، او المشكله الكبيره اللي انا عارف الناس كلها بتفكر فيها، جماهيرك، الناس كلها شغلها الشاغل جماهير النادي الاهلي، بس اللي انا متاكد منه اداره النادي الاهلي، اداره فنيه في النادي الاهلي، لعيبه، الناس كلها الشغل الشاغل ليها هي جمهور النادي الاهلي. ازاي الجمهور ده نرضي جمهور النادي الاهلي؟ لان الجمهور متعود على بطولات، متعود على بيعشق حاجه اسمها النادي الاهلي، لما بيحصل الفتره دي يا محمد بتبقى صعبه جدا عليه جدا، خصوصا لما يعني امبارح الناس كلها كانت مستنيه اللي هو ايه فوقان لحظه تنطلق منها بالظبط، مباراه دوري، بطوله محببه ليك، عندك ضغط مباراه صعبه جدا، لكن كله امبارح مستني اداء قوي جدا قدام المقاولين، 3 نقاط في الدوري وتبدا المسيره بتاعتك بتاع الدوري، لكن حصل العكس، عشان كده بقول لك الظروف معكساك في كل حاجه، لكن المهم مهما الظروف تعكسك لا انت لازم تبقى قوي جدا، مش قوي كفردي لا جماعي، ادارتك ما شاء الله قويه جدا، جهاز فني قوي، لعيبه قوية جدا، لازم يعرفوا ان هم يعني يا جماعه بتلعبوا اسم النادي الاهلي. طيب هنا هتوقف قبل ما اخش في التفاصيل الفنيه يا كابتن علاء. المرحله دي مرحله لعيبه، مش مرحله اداره ولا مرحله اجهزه فنيه، دي مرحله لعيبه، لان كل 10 سنوات بتمر عليها مثلا ممكن مرحله تغيير او اعاده شكل فريق كره القدم، دايما بتراهن على اللعيبه في التوقيت ده انها بتقدر تلم شويه المشهد عشان ما يكونش ظاهر بالشكل اللي احنا شايفينه. ايه المطلوب من اللعيبه في التوقيت ده؟ هو مش التوقيت ده بس يا محمد، انت اساسك لعيب الكوره الاساس، اساسك هو لعيب الكوره الاساس اللي بتبني عليه كل حاجه، مع مدير فني قوي فنيا كويس خلاص ما عندكش مشكله، لكن كل حاجه في الاخر انت هو لعيب الكوره هو الاساس، لكن هو مين اللي بينزل الملعب؟ مش المدرب، هم اللعيبه بس، عشان كده بقول لك دايما هو متحمل المسؤوليه. السؤال اللي سالته طبعا سؤال محترم جدا وفي محله، الفتره دي فتره لعيبه بس، مش فتره حاجه تانية خالص، فتره اللعيبه رجاله يعرفوا يعني ايه نادي الاهلي، يعرفوا ان هم فيهم وراهم ملايين بيعشقوا النادي الاهلي عشق،
لو 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 فكروا في النقطه دي يا محمد من غير اي حاجه خالص، مع احترام الكامل للحته الفنيه، لا هتفرق معاك جامد جدا. اللي انا ما شفتهاش برده امبارح على فكره، ما شفتش الغيره، ما شفتش الناس الحميه الحنت على الكوره، مفيش، مش موجوده على فترات او بعض اللعيبه، لكن اللي كله ومن اول سنه لاخر سنه لا مش موجود. عشان مثلا نيجي نتكلم لازم تتكلم كلام الراجل المشاهد يحترمك، ما بتتكلم في حاجه وهو شاف حاجه تانية خالص. لا امبارح، لا انا كنت بتفرج على المباراه امبارح كنت متخيل بدايه تبقى بدايه ناريه زي ما بيقولوا لحد اخر المباراه، لا هي كانت على فترات وفي هدوء وفي بعض اللعيبه لسه ما مش مستوعبه ان هي ازاي تهرب بطولتين في اسبوع. طب امبارح مش كانت فرصه عظيمه لعدد من اللعيبه زي ناصر ماهر زي احمد الشيخ، فرصه جات لك لغايه عندك تنزل تثبت؟ هو كل لعيبه محمد، يعني انا دايما بقول الفرصه ما بتجيش كتير خصوصا في الانديه الكبيره، خصوصا في النادي الاهلي، لما تيجي الفرصه ما تضيعهاش من ايدك. يعني امبارح صلاح محسن انا متاكد ان هو كان امبارح عايز يثبت، يقول لا انا كويس وانا لو اعتمدت عليا تلاقيني نمره واحد، لكن امبارح للاسف سوء الحظ جدا. سوء الحظ، ما دي بقول لك حاجات مش في ايدك خالص يا محمد، حاجات الاصابات والحاجات دي حاجه مش بتاعتك انت، دايما الحاجات اللي في ايدك بتشتغل بيها كويس، الحاجه دايما اللي موجوده معاك انك روحك، غيرتك، حبك للنادي الاهلي، حبك للفانيلا اللي انت لابسها، حبك لجمهورك اللي بيموت في حاجه اسمها النادي الاهلي، دي حاجات ما ينفعش تتخلى عنها، دي حاجات في ايدك لازم تعملها على طول، دي مالهاش مسببات بقى خلاص، اصابه اه ماشي، لكن كونك ان انت تحس كده ان انت لا لازم النهارده نكسب، لازم في روح النادي الاهلي زي ما بيقول، لازم لازم لازم، عشان الناس اللي حتى اللي شايفينها دي ما ينفعش تزعل، لازم تفرح ان هم متعودين على كده، متعودين على بطولات في النادي الاهلي. عشان كده هي امبارح الحاجه اللي امبارح اللي انا وانا بتفرج على المباراه ما عجبتنيش، انا ما بتكلمش فني خالص، انا بتكلم على روحك انت، روحك القتاليه في الملعب عايزه ايه؟ انت عايز في المباراه فرصه انك تخرج زي ما تقول يا محمد، انت فرصه امبارح مباراه في بطوله تانية خالص، الناس كلها مستنيه. فالنهارده امبارح كانت تبقى بدايه وبعدين عندك مؤجلات كتير، ممنوع انك تفرط في نقاط عشان ما تخشش في الاخر في صراعات انت مش عايزها اساسا، انت عايز تحسم من بدري. فهي دي المشكله، ان امبارح برضو حصل تعثر مش في وقته. لكن تقول الحمد لله هنقوم تاني، لو ما ده شيمه الابطال هم بالزبط. هو البطل شيمته كده، صفته كده، ما انت بقيت بطل ازاي؟ هو كلمه بطل دي او كلمه النادي الاهلي النادي العظيم ده ما كانتش من فراغ، لا ده جت من اجيال لاجيال لاجيال لاجيال، حصل زي ما قلت يا محمد انت اوقات سنه او سنتين بتحصل لك الوقعه دي، لكن الوقعه بتحصل ايه بقى؟ قايم تاني عشان انت بطل. البطل لما بيقع ما ينامش، البطل لما بيقع يقوم تاني اقوى من الاول، عشان كده ده انا متاكد منه. ممكن برضه امبارح ماشي فوقان، يعني كل اللي بيحصل ده محمد حاجه ولا انا حاببها ولا اي حد مقتنع بيها ولا جماهير النادي الاهلي، لكن في الاخر اللي يبص بس كده يعني بهدوء والبعيد شويه، لا خير ان شاء الله خير. كل ما بتداس عليك لا لازم بيبقى في اصرار، في حاجه اسمها غل في كره القدم، لا انا هرجع احسن من الاول. لو كل اللعيبه او كل المنظومه دي قالت الكلمه دي صدقني ان شاء الله النادي الاهلي يرجع احسن بكتير كمان. كابتن علاء، الضغوط اللي ممكن تكون موجوده على الجميع في التوقيت الحالي، لكن عايز اتكلم جوه الملعب، الضغوط دي ممكن نستفيد منها ازاي؟ ليه ما ناخدش الضغوط بشكل سلبي وتاثر علينا معنويا ونفسيا وفنيا في المباريات؟ ليه ما ناخدهاش بشكل ايجابي ان وراك جمهور بيضغط عليك عشان عايزك تكون كويس؟ ما هي دي يا محمد انا بقول لك عليها. بقول لك اللي انت فيه ده ما تاخدش الناحيه السلبيه. لما تتضغط وتحط في موقف وحش كده، لا ما هو انت رحت النادي الاهلي ليه؟ او انت لعيب نادي اهلي ليه؟ مش عشان كل اوقاتك بتكسب وبطولات وكده، لا عشان في الاوقات الصعبه دي يبان المعدن. معدن لعيب النادي الاهلي. مشكله كبيره. لكن خد الاجابات منها، اطلع احسن كمان من الاول، انت وراك جماهير تحرك الصخر زي ما بيقولوا. فعشان كده حته الهدوء بتاع امبارح مش عجباني. حته يعني في تحس في همدان كده، ده اللي ما عجبنيش امبارح. لكن في مشاكل مش مشكله، مشاكل فنيه بيتكلم عليها كابتن محمد يوسف، اكيد كل مباراه بقى فيها مشاكل، لكن دايما انا بتكلم في الحته النفسيه تلعب عليها كويس جدا. يعني انت دلوقتي كل تقدر تشتغل فيه مع لعيبه النادي الاهلي حته نفسيه، ازاي تلم دي محتاجه جلسات الجهاز مع اللعيبه ولا اللعيبه تقعد مع بعضها؟ الاثنين. طول عمرنا في النادي الاهلي من يوم ما طلعنا دايما بنعمل حاجتين، لعيبه مع بعض دايما كابتن الفريق كده. يعني انا فاكر احنا صغيرين كنت انا وكابتن ابو زيد اظهر اثنين في الفريق،
مع عمالقه بقى اسامي يعني حدث ولا حرج. دايما كنا نقعد في اجتماعات مع كابتن الفريق مع اللعيب، دي اجتماعات كده لوحدنا خالص، كلام بعيد خالص عن الكوره، كان كلام بنحمس بعض مع الجهاز الفني بقى بيتكلم مع اللعيبه. عشان كده دايما هي اسره واحده، رابطه واحده. عشان كده بقول لك الفتره دي صدقني يا محمد محتاجه شغل نفسي ولم الفريق اكتر من الفني والكلام ده كله خالص. انت لو نفسيا ظبطت اللعيبه دي وخرجتهم بالحاله دي هتضمن فنيا، لكن لو الحاله النفسيه مش مظبوطه انت هتخسر الاثنين، فني ونفسي، ودي مشكله كبيره جدا في لعيب الكوره. كابتن علاء، في نقطه غايبه عن الجميع، الجيل اللي احنا بنتكلم عليه ده اخر 3 سنوات هو بطل الدوري حقيقة. والسنه اللي فاتت عمل ارقام قياسيه، وفي احدى المواسم او المواسم اللي قبل الماضيه وصل لدرجه حاجه و80 نقطه في بطوله الدوري، دي حقيقة. ومع ذلك الناس محتاجه تشوف منك اللي احسن. ازاي نطلع اللعيبه من الحاله اللي هي فيها، واحنا بنتكلم على سكواد او بنتكلم على قائمه اخر 3 سنوات؟ اي نعم، او صحيح على المشوار المحلي عملت شكل جيد جدا، ما كانش على المشوار الافريقي الا وصلت فاينل مرتين ورا بعض، لكن انت على النتيجه المحليه انت بطل دوري 3 سنوات، فزت بالسوبر مرتين، تواجدت في نهائي كاس مصر وكسبت الكاس. محمد انت ده الطبيعه بتاعك، الحمد لله انت متعود على بطولات على طول، عشان كده جماهيرك بالنسبه بقت حاجه صدمه بالنسبه لهم، مفيش بطولات، متعودين على بطولات. لكن لا، الجيل واخد بطولات كتيره جدا، مباريات حلوه قوي، ارقام قياسيه جامده جدا، فانت بتتكلم مع تيم متعود على البطولات. لكن هي المشكله ازاي تخرجهم نفسيا، صدقني الموضوع مش فني خالص، هي نفسيا، تخرج اللعيبه دي ازاي فنيا نفسيا من الحاله اللي هم فيها دي. عشان كده بقول لك امبارح مباراه النادي الاهلي فرط فيها بقت مشكله زياده. يعني امبارح الطبيعي مباراه امبارح تنزل، لا واضح النادي الاهلي عايز يكسب مباراه 3 نقاط في سباق الدوري ومكسب يفرح الناس شويه، يفرح جماهيرك شويه، اللعيبه تخرج من حاله الحزن اللي هم فيها دي. هي دي المكسب، المكسب بيخلي كل حاجه بعد كده كويسه، تقدر تفكر وانت هادي. لكن انا متاكد دلوقتي ضغط زياده امبارح مباراه المقاولين، ضغط زياده غصب عنك، ضغط زياده امبارح، لكن تخرج من الضغطات الزياده دي، هو دي بقى لعيب النادي الاهلي، المعدن بتاع لعيب النادي الاهلي بيبان معدنه هنا في التوقيت ده، بقى في التوقيتات الصعبه قوي دي معدنك يبان هنا. ما بقولش مدير فني، ما بقولش حاجه خالص، بقول معدنك انت بينك وبين نفسك كده. لا ما ينفعش، يعني لو كل واحد في فريق النادي الاهلي الكلمه دي ما ينفعش، يبقى احنا في الوضع ده ما ينفعش بالشكل كده، خلاص الموضوع هينتهي تماما، بس هي تيجي من جواك انت. تمام، ما ينفعش يبقى في النادي الاهلي ويحصل الكلام ده. طيب لو بنتكلم فنيا بقى على المباراه، اصابه صلاح محسن في البدايه اربكت حسابات الجهاز الفني في الشكل أكيد. اللي بدا بيه المباراه ده اكيد، لان كابتن محمد يوسف اكيد عامل سيناريو المباراه، التغييرات هتبقى امتى وفين والتوقيتات ايه، وعامل كذا حاجه كده، كذا سيناريو. لكن ما بيحصل في اول مباراه محمد اصابه، كمدير فني بيبدا كل حسابات الغير عنده. حتى لو بيفكر كان هيلعب مثلا في نهايه المباراه ولا في نص الشوط الثاني 2 راس حربه ويضغط وعايز يكسب، لان اكيد محمد يوسف عايز يكسب، ده مليون في الميه. لكن الاصابه يعني حتى شكل محمد، شكل صلاح خارج ده جدا طبعا احباط شديد جدا، بس بقول لك سبحان الله يعني سوء حظ، يعني وقت مش حلو حتى للعيبه نفسها، حتى اللعيبه على المستوى الفردي وقت مش حلو. هي دي الاوقات، اصل الكوره مش كلها اوقات حلوه يا محمد، أكيد. الحياه كلها كده اوقات حلوه اوقات وحشه، لكن دايما الحمد لله بقول لك ايه، النادي الاهلي دايما معظم الاوقات اوقات الحمد لله حلوه جدا، مكاسب بطولات، عشان كده بيحصل لها حاجه زي كده تبقى رد الفعل صعب شويه، جماهيرك مش متعود على كده، متعود على دايما افراح وبطولات وكده. على المستوى الفردي اكيد صلاح متضايق جدا، لكن امبارح عايز يأدي، عايز يلعب، عايز يجيب اهداف، عايز يبقى موجود في النادي الاهلي، فماشي الحمد لله، يعني يقول الحمد لله لعيب كوره دايما، يعني حياتك هي دي حياتك. لكن اللي انا عايز اقوله كان المفروض امبارح تخرج شويه من المشكله اللي انت فيها الفتره دي. طيب المباريات متتاليه، عندك مباراة مع بتروجيت يوم السبت القادم، مع كل مباراة هتقول لسه في كمان 3 أيام مباراة تانية، لسه الفرصة موجودة انك تخرج بالحالة اللي انت فيها، المباريات بتزداد صعوبة طبعا، ضغط المباريات بيديك لود عليك أكتر، بيعمل عليك لود أكتر، لأنك بتبقى مجهد، ضغط ماتشات كتير، ما بتديش فرصة كمان انك بتعمل حالة استشفاء، كل الأمور دي اللي بتتاخدها بشكل ممكن يكون سلبي ضدك، هتتعامل فيها ازاي خلال ال 48 ساعه القادمه، او هتتعامل فيها ازاي خلال شهر ديسمبر تحديدا؟ ما هي المشكله دي يا محمد، ان المشكله مباريات ثلاث ايام مباراه، اصابات، ما هو اصل لعنه الاصابات دي حاجه مش بايد حد، يعني كابتن محمد يوسف اكيد مش بايده ان الاصابات اللي بتحصل له دي، انا امبارح خسر صلاح محسن كمان،
الى جانب الناس اللي لسه ما دخلتش الفريق، وكل ثلاث مباراه كل ثلاث ايام مباراه مضغوط. عشان كده بقول لك كانت مباراه امبارح كان مكسب كان هيهدي الامور شويه. لا، انت داخل مباراه بتروجيت كمان مضغوط زياده، بتدور على مكسب. بتروجيت كسبان سموحه المباراه السابقه 1-0، الحاله المعنويه عاليه جدا، والناس كلها اكيد مراقبه النادي الاهلي، مراقبه الحاله اللي فيها النادي الاهلي هي دي. لكن ال الرساله اللي توصل او لازم لعيبه النادي الاهلي توصلها لكل الناس، انا مهما كانت الظروف حواليا وحشه، لا ده انا النادي الاهلي، لا انا لعيب النادي الاهلي بس. ده الفرق بينك وبين الكل، بين اي حد. مع احترامي للكل، انت لعيب النادي الاهلي، ده انت النادي الاهلي يعني. ما انت وصلت، انت ما وصلتش لكل اللي انت فيه ده محمد كلاعب وبطولاتك في النادي الاهلي من فراغ كده، اللي هو تاريخ، لا تاريخ طويل ومواقف كتيره. لا في يوم وليله نمت صحيت لقيت، لا خالص، الموضوع صعب جدا جدا. عشان كده انا بقول يعني رساله لعيبه النادي الاهلي، دايما حط في دماغك انت لعيب نادي اهلي، ما فيش حد زيك وما فيش حد احسن منك. اي حد مع احترامي الكامل لكل لعيبه يتمنى يبقى في مكانك، يتمنى يبقى في النادي الاهلي مكانك. عشان كده انت العين كلها عليك، انت لازم تعرف انت فين بالظبط. لو عرفت مكانك وعرفت وضعك انت فين بالظبط، الامور كلها تبقى كويسه. بس لازم تعرف انت ايه، لازم تعرف مطلوب منك ايه. ما هو انت زي ما ليك زي ما عليك. الوقت بقى انت عليك حاجات كتير قوي، لازم تبقى في وقت الشده اللي انت فيه ده بقى، لا تبان، يبان بقى معدنك، معدنك الاصيل. لا انا لعيب النادي الاهلي، مش كل وقت هتبقى الحياه كلها حلوه وبطولات، لا. لكن الذكي يتعامل مع كل وقت صح. الوقتي لا، الوقتي بص يا محمد بالبلد كده، الوقت وقت رجاله مش لعيب الكوره. من الاخر ده وقت رجاله، والنادي الاهلي ما شاء الله فرقته كلهم رجاله كلها. بس بتراهن على ده يا كابتن علاء ان التوقيت القادم فعلا محتاج 11 راجل بس في الملعب، بس 11 راجل ما عندهمش غير حاجه الا واحده بس، مكسب. كل حاجه طبعا يعني مشيت ربنا، لكن انا يا اخي جواك انت عايز ايه؟ اسمي انا بس، انت عايز ايه؟ انا عايز نازل مباراه، انا عايز اكسب. هتكسب لانك عايز تكسب، عايز تخرج من اللي انت فيه. ما ينفعش لو فكرت فيها كده اللي هو تقعد، ما ينفعش النادي الاهلي يبقى كده، ما ينفعش يا جماعه باي حال من الاحوال بجد والله، ما ينفعش. بغض النظر عن جماهيرك الكبيره، الناس فعلا تعبانه جدا يا محمد، ما ينفعش. لكن انت لعيب النادي الاهلي، في حاجات بتبقى صعب انك تستوعبها، زي اللي احنا الموقف اللي احنا فيه دلوقتي بيحصل كل كام سنه. ما هو كل كام سنه ده ليه؟ عشان انت الكبير، انت سيد افريقيا كلها، فما ينفعش يحصل لك كده. بس لما يحصل كده وبيحصل في كره القدم، الموضوع ما يطولش معاك، لا بسرعه تخرج نفسك بسرعه. يا اخي ده انت يعني سبحان الله وراك جماهير يعني بتعشى حاجه اسمها النادي الاهلي. غياب الجمهور مأثر على الفرقه؟ اكيد. التوقيت اللي احنا فيه ده، عدم وجود الجمهور فارق كتير قوي مع اللعيبه ومع الفرقه؟ طبعا جمهورك ليه تاثير رهيب في المباراه يا محمد، تاثير رهيب جدا على اللعيبه. فارق، بس فارق. ما هو لازم برضه اللعيب يعرف ان جمهوره ده اللي هو ما بيحضرش مباريات، ما هو ليه حق برضه، لازم يبقى فرحان، لازم يبقى مبسوط. ما هي بقول لك يا محمد الكلام مش كلام كوره. النهارده هنتكلم، انا مش هتكلم كوره خالص، هنتكلم انت عايز ايه؟ انت كراجل عايز ايه؟ بس راجل بيلبس فانيلا حمراء، تبقى قدها، تبقى قد الفانيلا دي. ان فانيلا غاليه جدا جدا جدا، ما حدش عارف تمنها، ما تقدرش تتمنها، ما تقدرش تتمن قيمه فانيلا النادي الاهلي خالص. وزي ما بقول لك كل الدنيا بيتمنى يبقى في مكانه، بيتمنى يبقى موجود في النادي الاهلي. يا اخي ده اللي بيلعب شهر او ثلاث او 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 موسم في النادي الاهلي، موسم واحد بيبقى عايش عليه لما شاء الله. صح، انا كنت في النادي الاهلي، انا لعبت في النادي الاهلي، انا طيب انت عايز ايه تاني؟ فالموضوع مش موضوع فني، الموضوع خلاص بقت رجوله، بقت رجاله بقى بجد. انت النادي الاهلي، الناس كلها تعمل لك مليون حساب، وكله عايز يلعب، وكله طمعان فيك الوقت اللي هو لا ما ينفعش. مش حتى الجمله مش راكبه، يعني ايه حد يطمع في النادي الاهلي؟ مع احترامي الكامل لكل الناس وكل الفرق وكل اللعيبه، لكن في كلام انا مش مستوعبه. يعني ايه حد يطمع في النادي الاهلي؟ ما ينفعش، لازم اللعيب يعرف كده، لازم اللعيبه تعرف كده. ممنوع الكلمه دي تتقال على لعيبه النادي الاهلي او على النادي الاهلي كنادي. انت بتتكلم في نادي قيمته جامده جدا جدا. ده في ناس لو الناس بتفكر صح بس، اللعيبه دي يا اخي بص الجمهور بيعمل ازاي على لعيبه النادي الاهلي. ده في ناس بيبقى خلاص في حلقه، الناس بتموت عشان النادي الاهلي خسر مباراه او خسر بطوله. وصل الاحساس ده خلاص، بعد كده وانزل كده وخلاص، اللي مكتوب هتشوفه. لكن دايما انت جواك ايه؟
بس هو ده اللي لازم يتعمل الفتره القادمه ان شاء الله. واللي انا متاكد منه اكيد كابتن محمد يوسف والجهاز اللي معاه بيشتغل على الحته دي بس دلوقتي. لعيبتك فنيا كلهم ما شاء الله عاليين جدا، لكن تشتغل على الحته النفسيه دي، نفسيا خرجت لعيبتك من الحاله دي، كل حاجه بعد كده تبقى كويسه ان شاء الله. لسه تمام. بدري قوي على الدوري اللي احنا بنتكلم عليه كمان. طيب عايز اكلمك على مشاركه امبارح عدد من اللعيبه زي احمد الشيخ وزي ناصر ماهر، شفت ادائهم ازاي في المباراه امبارح رغم ان هم كانوا بعيدين تماما بشكل اساسي الفتره الماضيه؟ اداء مقنع جدا. ناصر لازم يعرف ان هو لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، وفرصه انك تبقى موجود. امكانياته كويسه جدا. انا عارف ناصر امام كان معاه في منتخب الشباب كمان، لعيب هايل. كنت مدربه في منتخب الشباب فعلا. لعيب هايل ولعيب كويس جدا جدا جدا. سيبك الفتره اللي فاتت انتهت، بتحصل مع كل اللعيبه، لكن لازم يعرف ان هو لعيب مهم، ولازم يبقى الفرصه اللي هو فيها دي او المكان اللي فيها دي لازم يستغلها كويس. هو ده اللي لازم ناصر يعرف. نفس الكلام عند احمد الشيخ، كان بعيد قوي، يوسف امبارح اداله فرصه، لعب وراه كلها امبارح. يمكن ناصر عشان بقى له فتره لعب حوالي 70 او 75 دقيقه، لكن مقبول، شكل مقبول على الحاله اللي انت فيها دايما يا محمد. اصل انت بتيجي تقيم لعيب انت بتشوف الحاله اللي انت فيها ايه. فمقبول امبارح ناصر، مقبول احمد الشيخ، لكن مطلوب اكتر من كده كمان. ده دام في فرصه وادام هيلعبوا مطلوب اكتر من كده كتير، خصوصا مكان ناصر. مكان ناصر مكان مؤثر جدا جدا، كل امكانيات المكان ده موجوده عند ناصر. لازم يعرف دي كويس قوي، ولازم يستغل المكان ده كويس قوي، ولازم يقول لا، الثقه اللي جماهير النادي الاهلي حطها فيا دي ونفس المدير الفني، لا انا اديها وقدود، وان شاء الله بعد كل مباراه هبقى احسن من اللي قبلها. هو ده لازم يفكر فيه. مستوعب المرحله اللي هو فيها؟ بما انك اتعاملت مع ناصر ماهر في منتخب الشباب كمنتاليتي لعيب، كتفكير لعيب، هل ناصر مستوعب المرحله اللي هو فيها دلوقتي؟ استوعبها. ان ناصر اولا شخصيه هاديه جدا، محترمه جدا، طيب جدا، يعني لاقصى درجه. حاجه جميله تحب تتكلم معاه كده، حاجه محترمه قوي. سيبك الفتره اللي فاتت بتحصل مع اي لعيب، بتحصل ظروف كده مش مظبوطه، لكن هو عارف بقى خلاص، هو عارف بقى فين، مستوعب الوقت، خصوصا بعد مباراه امبارح. هو خلاص مستوعب هو فين، ايه المطلوب منه. يمكن اخر مره كنت في النادي وقفت معاه شويه، اتكلمنا انا وهو، بيسمع الكلام عشان عارفه بقى لي فتره، بعرف اتكلم معاه كويس. يعني انا اعرف اتكلم مع ناصر كويس قوي، وزي ما بقول لك شخصيه هاديه جدا ومحترمه جدا وطيب، وحاجه جميله كده تحب تتكلم معاه. لا ناصر خلاص اعتقد ان هو عارف هو فين وايه المطلوب. لو انت عرفت انت فين يا محمد وايه المطلوب منك كلاعب كوره، خلاص الامور كلها بقت سهله بعد كده. كريم نيدفيد والاداء اللي ظهر بيه امبارح، يمكن البعض كان بيهاجم كريم نيدفيد فتره طويله جدا، لكن مشاركه كريم امبارح وفي المركز الظهير الايمن ثلاث مباريات متتاليه ورا بعض، الناس ابتدت تحس ان ابن النادي الاهلي برضه عنده حته مختلفه شويه. نوعيه لعيب ممتاز. هايل. ما هو برضه ده كان معايا في المنتخب، يعني هم اتنين كانوا معايا في المنتخب، كريم نيدفيد وناصر ماهر. كريم وناصر، بس كنت بلاقيهم في نص الملعب، والاثنين كانوا بيلعبوا جنب بعض على فكره. يعني كنت لاعب كريم وناصر كانوا بيلعبوا جنب بعض في نص الملعب. اثنين كريم لعيب هايل، امكانياته عاليه جدا. ودايما كانت الناس بتلوم كابتن حسام البدري ان هو كان بيصر على كريم. بس مفيش مدرب بيصر على 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 لعيب عشان حاجه، عشان انا اكيد اللعيب ده كويس. اللعيب ده كويس، انا لما اكون مقتنع بلعيب واشوفه في التمرين وكده وانا مقتنع بيه ومصر عليه، تاكد ان هو كويس. مفيش مدرب يا محمد هيجامل لعيب على حسابه خالص. اكيد. خالص. لكن كريم لا. وبعدين من نوعيه اللعيبه، العب ناحيه اليمين هلعب، العب في نص الملعب بلعب. لما كان في في في, في وادي دجله كان بيلعب طرف شمال، كان بيلعب. لو انت بصيت الراجل بيلعب في اربع اماكن مختلفه وبيأديها كويس قوي، يبقى انت معاك لعيب نوعيته ممتازه تعرف تستغله كويس قوي. انا عن نفسي نفسي مثلا كريم حد يستغله في نص الملعب، لعيب امكانياته في نص الملعب ممتازه، هايل. امبارح ادى اداء كويس جدا وصنع اكتر من فرصه وحاول، لا تحس ان هو عايز يلعب. ودي اللي مطلوبه المرحله اللي جايه يا محمد. لما كابتن يوسف بيدي ثقه في حد او قبل كده، استغل الثقه دي. لازم خليك ذكي، ان الفرصه مش زي ما بقول لك ما بتجيش كتير، ودايما النوعيه يبان في الاوقات دي. لما انت تبان ان انت كويس في الاوقات الصعبه اللي فيها النادي دي او الفريق، لا دي تحسب لك، ما تحسبش عليك، تحسب لك ان انت وقت الاوقات الصعبه لا انت لعيب فعلا يعتمد عليه. كلمه يعتمد عليه دي ما بتجيش من فراغ. طيب التوقيت الحالي واحنا بنتكلم على الاهلي، الناس ما بتحطش الاحداث قدامها بشكل فيه تسلسل. يعني انت بتلعب في موسم اداريا وكرويا مختلف في كل المواسم. اولا انت بدات الموسم بالنسبه لك كاداره كرويه لقطاع كره القدم في شهر ديسمبر الماضي، كان في قائمه بالطبيعي ارسلت للاتحاد الافريقي بتلعب بيها لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها.
دخلت حتى في بطولة أفريقيا القادمة بنفس القائمة اللي مشاركة في البطولة المحلية. جه قرار من اتحاد كرة القدم بتقليص العدد من 30 ل 25 فأرباك لك الحسابات طبعا. فبالتالي كمان بدل ما بتجيب إضافات عشان تعدل وتضيف للقائمة ابتديت تقلل منها وبتحط لعيب على قائمة الانتظار. الناس مش واخده بالها من الاحداث وتسلسل الاحداث دي من ديسمبر الماضي حتى اللحظه اللي احنا فيها، وهنفضل نعاني من هذه القرارات حتى مايو 2019. دي حقيقة. مدى اهميه اللي احنا يعني نعرف الناس بالتسلسل اللي حصل ده ومدى تاثيره على فريق كره القدم والقرارات اللي تم اتخاذها يا كابتن علاء في جزئيه شكل القايمه والقيد اللي موجود في اللعيبه من 30 ل 25 وانك بتلعب بقايمه اربع بطولات في حوالي 70 مباراة على مدار موسمين مش قادر تعدل فيها وهي هي مش محتاجين نشرح الجزء ده بشكل مشكلة محمد وكل حاجة، لكن دايما الناس بتبص على الناتج الأخير في الملعب كويس. لكن حلو انت نقطة أثرتها كويسة جدا، لازم الناس تعرف ان في حاجات برضو خارج الملعب بتبقى مؤثرة عليك زي قائمة 25 دي، ما انت ضريت منها لان القائمه الافريقيه بتاعتك انت هي بتقول انت كده نفس العدد ونفس الاشخاص ومضطر تستنى، وفي ناس عايز تأيدها بس مستني، وعشان في تدعيمات هتجيبها في يناير، حسبه كبيره قوي. لكن دايما المشجع النادي الاول المشاهد ما بيهتمش بالتفاصيل دي، مع ان انت لو بصيت كده زي ما انت شرحتها محمد مؤثره جدا عليك اداريا وفنيا كمان. ده هو ده صلب الموضوع، هو ده. لكن هو في الاخر المشجع النادي الاهلي او بيتفرج ما بيبصش للنقطه دي، لكن هي لا حاجة مؤثرة جدا خصوصا الفرق الكبيرة اللي هي بتلعب على بطولات. يعني 25 لعيب، ما انا اتأثرت جامد جدا، طب مين اللي هأيد مين؟ وانا مستني عايز اعمل اجيب لعيبة تانية، طب مين اللي هيبقى في القائمة الوقت؟ فبتضطر تكتب القائمة بتاعتك اللي هي تخش فيها بطولة افريقيا خلاص كمان شهر ولا حاجة. بالظبط. كل الامور دي مش في صالحك، كلها بتيجي عكسك، لكن في الاخر الامور دي مش واضحة، فجميل انك توضحها، جميل انك توضحها، لازم تبقى واضحة للناس المعاناه برضو اللي فيها فريق النادي الاهلي الموسم ده. طب نوضح اكتر من كده، انت بدات القائمه الافريقيه ب 26 لعيب بعتهم في يناير 2018 كويس، كيت على ماتش الترجي في بدايه دور المجموعات قبل القيد الاخر اللي ممكن تضيف فيه مجموعات اخرى مع المرحله القادمه، ضفت بكماني وفي القائمه المحليه بقى 27 لعيب. بالظبط. داخل عليك فتره الانتقالات الصيفيه عشان تجيب خمس ست صفقات يدعموا الفريق، ما قدرتش لانك مش هتأيدهم كلهم، هتضطر تأيد اثنين او ثلاثه، فبالتالي جبت ثلاثه حسب المتاح في القائمه الافريقيه. انتهت البطوله وانت في الفاينل بالسكواد اللي معاك بالقائمه اللي معاك. جيت عايز تحضر للفتره القادمه، انت بعت قائمه افريقيه بنفس العدد اللي معاك. ما تقدرش تجيب صفقات ثانيه لانك نفس الموسم. طيب هتضطر في شهر يناير الجاي عايز تدعم، بعت قائمه افريقيه ب 23 لاعب عشان تبقى عندك الفرصه انك تأيد من انت شايفه في القائمه المحليه او تجيب صفقات. تلاحم المواسم ده مش برضو كان من يعني الافضل ان يتم الشرح الموضوع ده للراي العام للمشاهد عشان يعرف برضو انت واقف على ارض شكلها ايه؟ هي دي الاهم بقى يا محمد، خصوصا في قناه النادي الاهلي هنا. ليه لا؟ ليه ما اطلعش اشرح كل الظروف دي؟ مش عشان انا مش بعمل اسباب لنفسي، مش اسباب، بس انت بتشرح القرارات الاداريه اللي جات لك من اتحاد كره القدم ووضعتك ازاي في الموقف ده. انا بقول لك هي دي، انا مش بقول اسباب ولا لا خالص، انا بقول يا جماعه الفتره اللي فاتت دي المعاناه اللي فيها الفريق النادي الاهلي بس، لكن مش بقول اسباب عشان كده انا خسرت، لا خالص، مش شماعه يعني، مش بعلق شماعه. لكن مهم قوي خصوصا في قناه النادي هنا، وما شاء الله برامج كلها جميله وناجحه وكلها متشافه، ليه لا؟ هي 10 دقايق كده تشرح بس للناس، عشان حتى بالعكس الناس تبقى معاك في نفس الطريق، تسلسل الاحداث والقرارات اللي اتخذت. ما هي دي مهمه يا محمد، الناس تبقى عارفه ايه اللي بيدور، ايه اللي بيدور حتى في حته تأييد اللعيبه. القائمه الافريقيه اللي عملناها فيها مشكله جامده جدا جدا كمان. اتحاد كره القدم يا كابتن علاء جه في التوقيت اللي بطوله دوري ابطال افريقيا بتتلعب في سنه واحده مرتين، بدل ما القائمه بتبقى 30 او يدي الفرص للانديه المصريه هتشارك 25. نزل خمسه. اي ما هي وعارف انه في شهر نوفمبر هتبعت قائمه ثانيه. هي قرارات كلها محمد في الاخر هي عاملاك ضرر ليك انت، خصوصا الفرق الكبيره مش الاهلي بس، دايما الفرق الكبيره بيبقى عندها الضرر في حته التأييد من 25 من 30 ل 25 خمس اماكن كتير قوي، وانا داخل على بطوله افريقيا وعندي عايز أأيد وعايز اجيب لعيبه ثانيه وعايز أأيد اللعيب، ما انا هجيب لعيب مش عايز أأيد افريقيا، فانت بالظبط 23 لاعب ومستني، لازم تسيب اماكن كتير قوي انك هتجيب لعيبه، طبعا لازم أأيد افريقيا استفاد من افريقيا، انا مش جايبها عشان محلي، عشان كده هي المشكله ومش عيب تتشرح بجد، يعني نقطة ممتازة، مش عيب أشرح النقطة دي على فكرة، لازم الناس كلها تعرف إيه اللي وصلنا لكده، والمرة التانية مش شماعة خالص، لكن أسباب، ما دي من ضمن الأسباب برضه. من ضمن الأسباب اللي خلت بقى عندك إصابات كتير كمان يا كابتن علاء، وأنت بتلعب بالعدد المحدود ده، عدد المباريات السنة دي مضغوط توصل لحوالي 70 مباراة. ما هي
ده بيقلل بقى العدد مش قائمه 25 و30، انت هتوصل لمرحله انت هتلاقي القائمه بتاعتك في المباريات ما بتعديش ال 18. ما بتعديش 18، ما اللي في المشكله انت فيها دلوقتي. انت فيها دلوقتي. كم بطولات مش طبيعي، المواسم كلها متلاحمه مع بعض، وبطولات يعني بطولات كلها انت مطالب، اصل المشكله هي مش بطوله او موسم، انت مطالب تجيب البطوله دي، عشان كده الضغوط عليك تبقى عاليه جدا، انت مش بتلعب بطوله الدوري بتقدم موسم وخلاص او داخل في افريقيا، لا خالص. انت دوري عايز تجيب بطوله الدوري، افريقيا انت عايز تجيب افريقيا، عشان كده الضغوطات بتبقى عليك زياده. فلازم يبقى العدد او العدد اللعيبه اللي جاهزه عندك عدد مريح. يعني مباراه بتروجيت اكيد محمد يوسف عنده دلوقتي مشكله، ناس مصابه كتير قوي، وصلاح كمان مصاب، فمليون تفكير في دماغه. واضيف لك كمان، حط كمان الشناوي، معلول، اجايه، السوليه، موقف فتحي ومحمد هاني برضه غير محدد حتى هذه اللحظه، فالعدد فيه زياد. مش واضح. وصلاح محسن كمان، وصلاح محسن امبارح، مش مشكله. ولسه وليد ازارو، عايز اقول لك وليد ازارو كمان. الاجانب في ناس بتلعب وانا عارفه كويس قوي ومتحامله على نفسها ومن العناصر الاساسيه، لكن مش قادرين يقعدوا، ما ينفعش يقعدوا دلوقتي، عشان كده بقول لك كلها فتره. بص يا محمد، خد الفتره دي فتره كلها مشاكل، فتره سخيفه في في في, في يعني سخيفه في الموسم ده كله. تعديها ازاي؟ هتعديها ان شاء الله، ان شاء الله تعديها، وتعديها كويس جدا 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 ان شاء الله رب العالمين، لكن هتعديها. هو ده ميزة البطل، سمة الابطال كده. كل اللي احنا قلناه انا وانت وكل المشاكل دي ماشي اوكي، انا موافق وكل حاجه، في الاخر اللي هيحصل لازم ان شاء الله تعدي المشكله دي، لازم تعدي الفتره دي. انت حضرتك النادي الاهلي، انت لعيب في النادي الاهلي، بس كل المشاكل دي من الاخر يعني لا تعنيني بحاجه، في الاخر انا هطلب منك حاجه، انت فين؟ انا في النادي الاهلي. بس لو عرفت انت فين الموضوع هيبقى ابسط من كده بكتير، اللي هي موضوع من جواك انت. تمام، من جواك انت عايز تبقى ايه، من جواك انت بس. بتراهن على العامل النفسي يا كابتن علاء؟ طبعا، يعني حتى في كل اجاباتك معايا في كل الاسئله دايما طبعا بترمي المسؤوليه على العامل النفسي لكل لاعب ومدى احساسه بقيمه التيشيرت والمكان اللي هو بيمثله. طبعا يا محمد، في اوقات نفسيا هي اللي بتخرجهم من كل ده، مش فنيه مش حاجه خالص، لا نفسيا انت بتشتغل ازاي، ودايما في كل الدنيا بقى فيه هتشغل الحته النفسيه دي. بس نفسيا انت طول ما انت نفسيا مستريح وعندك دوافع وعندك قوافز، لا هتبقى كويس جدا. لكن نفسيا الموضوع هادي، امبارح زي النهارده زي بكره زي الاسبوع الجاي، لا الموضوع ده مش هينفع. واللعيب اللي بيبقى ماشي بالاسلوب ده خصوصا في الانديه الكبيره ما بيكملش. الانديه الكبيره عايزه اللعيب اللي دايما متحمس، دايما عنده حماس، دايما عنده حرقه كده، زي دايما بكلم احمد فتحي، كان حسام غالي، وليد، عاشور، في ناس كتير قوي، بس انا دايما بقول لك النماذج اللي موجود هو ده، عشان كده هم وصلوا للمكانه دي، وكل واحد عامل اسم ما شاء الله هيبقى موجود. عشان كده بقول لك هي حته النفسيه، دايما انت عايز ايه من جواك، ما انا مش هدخل جواك اعرف انت عايز ايه، لكن بتبقى حاجات واضحه، حاجات ظاهره. انا من جوايا لا، انا عايز ابقى كويس وعايز العب وعايز نمره واحد وعايز اطلع من الفتره دي. لو قيس بقى كل واحد بيفكر في كده مع تيم النادي الاهلي، مع كل الدوافع، مع كل الناس اللي حواليك دي، لا الموضوع هيبقى اسهل بكده كتير. طيب برضو احنا بنتكلم على المباراه، شايف برضو فوز المقاولين عرب او اداء عماد النحاس تحديدا، وهو كانه بالتاكيد يعني احد ابناء النادي الاهلي وبدا تدريبه داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، تقييمك لاداء المقاولين برضو في هذه المباراه، عشان ما نغفلش برضو ان فرقه المقاولين او عماد النحاس تحديدا عمل شغل فني كويس في المباراه. ادى شوط ثاني رائع، شوط اول عماد كان عايز يخرج بالنتيجه دي، يعني عماد خروج الشوط الاول بالنتيجه 0-0 دي بالنسبه لعماد مكسب، عمل سيناريو للمباراه. بالظبط، ما انا بقول لك كل مدير فني بيعمل سيناريو للمباراه، ممكن يوفق وممكن ما يوفقش، ممكن تطلع لك حاجه كده مش في الحسبان، زي اصابه صلاح حاجه مش في الحسبان عند كابتن محمد يوسف، اربكته شويه. كابتن عماد لا، عامل سيناريو، اخرج الشوط الاول 0-0، اداء مش حلو المقاولين على فكره الشوط الاول خالص، تمام، بيدافع وعايز يخرج 0-0، لكن الاهلي ما قدرش يستغل ال 45 دقيقه دي يا محمد، انا لسه مصر، لان الاهلي لو ضغط في الشوط الاول كانت ممكن المباراه تنتهي. الشوط الثاني لا، شكل اتغير المقاولين، كابتن عماد تحس ان في كلام حصل بين الشوطين، شكل المقاولين اتغير، تفكير نفسه اتغير، تحركات اللعيبه اتغيرت، بقى تحس ان هم قلق بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. ده نهى المباراه باربع فراوده. بالظبط. وتغييرات عماد امبارح كلها هجوميه. ده راجل مش بيدافع يعني، بس دايما يقول لك ايه، انا عايز اطلع تعادل فانا ازود دفاع، الموضوع ده مات من زمان خالص. عشان تطلع مباراه بره الامان وممكن تكسبها، لا طب انا ليه دافع؟ طب انا هاجم ليه استنى كده وانت لحد ما يجي فيها جول؟ طب ما انا هاجم وانا اللي مصدر القلق للفريق الاخر. واللي عمله امبارح عماد تفكيره امبارح في المباراه ممتاز، وعماد تحس ان هو يعني ما شاء الله كان لعيب هايل، ودايما كان بيشتغل المخ بالدماغ، هو المخ اللي بيعملها كل حاجه،
تفكر كويس، دماغك هاديه، كل حاجه هتبقى تمام. كان ماسك في قطاع ناشئين فرقه كان لوحده في الجهاز. كان في التوقيت انا بس مش قادر اتذكر كان مين ساعتها، كان مدير فني، وكان ساعتها كابتن عماد النحاس كان ماسك الجزء الاداري للفريق، وفجاه مش متذكر الاسم، والمدير الفني مشي ومسك هو فرقه ساعتها، كانت ساعتها فرقه ال 16 سنه، مسكها لوحده. لا هايل، ما بص خد بالك التجارب دي بتنفع محمد، وهو الى جانب ان عماد كان لعيب كوره دايما تحس ان بيشغل دماغه قبل رجله قبل اي حاجه خالص، عشان كده تحس ان هو عاقل جدا جدا جدا، دايما العقل هو الاساس مش الجري والعضل والكلام، لا لا خالص، الموضوع ده منتهي، عقلك تفكيرك الهدوء، عقلك دايما يقول لك كده لما تيجي ننزل المباراه لازم ذهنك ده يبقى صافي خالص، مفيش مشاكل، عشان تعرف تفكر. دماغك في الملعب بس، ها؟ ما بتفكرش الا في الملعب بس. بالظبط، ما هو يعني اصل احنا في حاجات كتير قوي بره الملعب شغلاك، لكن اول ما تحط رجلك في الملعب كل حاجه انتهت، انت بتفكر هتأدي ازاي، الكلام اللي قاله مدير الفني هتنفذه ازاي، وانت تفكيرك الشخصي، تفكيرك انت الشخصي، مش كل حاجه اللي عملها مدير الفني هتتعمل، لا، في مواقف في الملعب انت بقى بتفكر ازاي بتفرق. محمد عن علاء عن هو سبحان الله بقى، وكل واحد وتفكيره، كل واحد ومدى ذكائه، وكل واحد استعماله لمخه ازاي. عشان كده بقول لك دايما بره بيهتموا بالحته النفسيه اول ما كان عليهم انت محمد، والحته الذهنيه دايما ذهنك ده شغال على طول، حتى من حارس المرمى لو الكره مش عنده بقول لك اشغل نفسك، دايما تبقى مشغول، لازم تبقى ذهنك ده شغال، ما تاخدش وقت، ما تاخدش راحه. هي حاجات في كره القدم بسيطه جدا، جزئيات صغيره لكن بتفرق. بتفرق معاك كلاعب، بتفرق كفريق كمان. طيب الهدف اللي دخل مرمى الاهلي امبارح، لو عايزك تحلله لي بشكل فني، شفت الهدف ده ازاي؟ لان الهدف فيه تفاصيل فنيه ما ينفعش تعدي. هدف سيء جدا جدا، هدف سيء جدا جدا، من اسوء الاهداف ممكن تشوفه في كره القدم عامه، مش في النادي الاهلي. فاول بعيد قوي، متشاف كويس قوي، الناس واقفه من بدايه، تمركز غلط، فتح الملعب قوي. بالظبط، تمركز غلط في البدايه، تمركز الناس واقفه غلط قوي، ما ينفعش في كره ثابته وهتتلعب شكل الدفاع بتاعنا 3 على 3. انا فاكر اللقطه كويس قوي، 3 على 3 ما ينفعش، على الاقل 4 على 3، لازم 4 على 3. كان في 5 واقفين في نص الملعب، كان لازم سعد سمير او حد ينده، حد تعمل زياده عدديه ورا. بالظبط، طبيعي دي يعني الف في كوره، 3 يبقى 4، 4 يبقى 5، لكن الكوره بتلعب عاليه واخده وقت كتير قوي في الهواء. تمركز قلنا ما ينفعش واحد على واحد، تمركز كلوبالي وحش قوي قوي قوي، تقديره كان وحش، وحظه الأسوأ انه اتزحلق. استلام احمد علي هايل للكوره، يعني استلام احمد علي للكوره تقريبا 80% من الجول، لكن الاساس كله يا محمد وقفه دفاعيه غلط. وليه واقف بعيد قوي كده؟ انت ليه واخد الناس على شريف؟ بس في لقطه كابتن، انا بتفرج على الهدف امبارح وقدامنا على الشاشه، احمد علي كان بيشاور للمهاجم الثاني معاه ياخد سعد في مساحه اكبر عشان يعمل فراغ ما بين سعد وكوليبالي. يبقى طبيعي ان كان حد نزل تاني من الخمسه اللي واقفين في نص الملعب. ماشي، ما هو هي كل واحد بيفكر ايه اللي هيريحه، احمد عايز يبقى لوحده، واحد على واحد، غلط، دي واقفه غلط، ما ينفعش، ما ينفعش واحد على واحد في المكان اللي احنا بنتفرج عليه ده خالص. لازم كوليبالي مع احمد علي، وفي واحد ورا كوليبالي، يعني انت تخيل كده ان في حد ورا كوليبالي كمان، ما كانش حصل كل ده. دور شريف اكرام ايه وهو شايف المشهد ده؟ ممكن يتكلم مع الدفاع؟ كان لازم ما اعرفش شريف يتكلم ولا لا، لكن دايما شريف بيتكلم، شريف كان لازم يتكلم، او سعد كان لازم يتكلم، سعد كمان اقرب. يعني سعد اقرب، لازم كان حد، مش كوليبالي اللي هيتكلم، لكن سعد كان يتكلم، لازم كان حد يا جماعه يجي، حد من بره يتكلم، يعني كان حد صرخ من بره ان الموقف ده غلط. ما ينفعش 3 على 3 في كره ثابته او غير ثابته، لازم دايما، يعني واحنا صغيرين كده يقول لك لا مدافعين لازم اكتر من مهاجمين، لازم في واحد زياده. لكن بص يا محمد، اخطاء، لكن اتعلم، كل خطا تتعلم منه، بس ما تخليش الاخطاء تبقى كتير، وما الفتره بقت طويله انك تطلع من المرحله اللي انت فيها دي، زي ما بقول لك مرحله وحشه جدا، ما هي كل ما هتطول هتبقى اصعب عليك اكتر. هي دي، والخطا ده لو الامور هاديه عمره ما هيحصل في النادي الاهلي، لو الامور بطبيعتها خطا امبارح ده ما كانش حصل، هتلاقي حد قام يتكلم وتتحرك وكده، لكن هي ظروف كده الناس تحس فيه نوع من قله التركيز شويه، في من قله التركيز من الحاله اللي فيها النادي الاهلي، ناس مش مستوعبه ان النادي الاهلي يبقى في الحاله دي، لكن هي دي كره القدم زي ما بقول لك بتحصل، لكن اطلع بسرعه من الحاله اللي انت فيها دي، ان شاء الله المباراه القادمه تبقى مفتاح الخروج بقى من الحاجات دي كلها. يعني تتوقع التشكيله تتغير في ماتش بتروجيت؟
مش هتغير التغيير الجذري او كامل، مش هيبقى كتير، لكن ما اعرفش طبعا وليد ازارو هيلحق ولا لا، اتمنى يلحق ان شاء الله، انه مهم جدا وليد الفتره دي. مصابين مش عارف حالتهم ايه، هل احمد فتحي او هاني، يا ريت الاثنين يلحقوا. لا احمد، وجود احمد فتحي هيحل لك مشاكل كتير قوي. ده حقيقي طبعا، يعني في الملعب وبيتكلم وحاجه. كابتن علاء احنا بنفتقد اللاعب الجوكر. يعني حتى في انتقالات يناير انت محتاج لاعب جوكر، مش لعيب في مركز واحد، لا لعيب تلعب بيه في مركزين ثلاثه. وده ذكاء منك دايما الوقت مش تبص، مش تجيب نجيب لعيب عشان يلعب في المركز ده، لا ذكاء منك تبص على اللعيب اللي ينفعك في اكتر من مركز، بالذات في التوقيت ده. في التوقيت ده ليه لا، وموجودين على فكره، يعني موجودين موجودين ومتاحين. متاحين مش بتاعتك، لكن هم موجودين. ما هو موجودين بس متاحين. دي مش عارفه، لكن هم موجودين، يعني ان شاء الله الامور تمشي كويس بس ويبقى موجودين ان شاء الله رب العالمين. طيب شكل مباراه بتروجيت بالتشكيله اللي ممكن نبدا بيها حسب الغيابات، لو فتحي وهاني مش موجودين هيبقى نستمر بكريم، كريم علي معلول غايب، تتوقع ممكن ايمن اشرف يخش في الدفاع ويلعب صبر رحيل باك ليفت؟ تفكير يعني لو انا هعمل كده بعد الخطا ده، مش بعد الخطا، لكن بعد خطا ده وفتره كولبالي دي، لا ممكن يبقى ايمن اشرف مع سعد امن، وصبري دايما جاهز ما شاء الله، ليه ما وكريم الناحيه الثانيه. ايمن ظهر كمساك افضل من باك ليفت، او لعب فتره كتير قوي مساك فنسي يعني وظايف الباك ليفت. انت جاوبت ايمن في حته المساك، لعب فتره كبيره قوي فيها، فتحس ان هو المكان بقى حافظه بالظبط وارتاحيه كويس قوي. لكن ايمن لعبت من نوعيه اللعيبه اللي تطلب منه اي وقت موجود وعايز يادي ويادي كويس جدا، لكن هو في المساك اعتقد تبقى تقيل في المكان ده، بيلعب كويس قوي المكان ده، فانت محتاج حد في المكان ده هو وسعد يقفله المكان اللي دايما اخطر حته في الملعب هي الحته دي. وصبر رحيل معاك سليم الحمد لله، كريم، لو بتفكر في باسم كمان، باسم موجود على فكره، ممكن تفكر في حد من قطاع الناشئين في التوقيت ده، تطلعه في المركز ده او في المكان ده، ولا ما تحبسش الفكره دي في التوقيت ده؟ لان البعض برضو ممكن، انا يعني عايز اقول لك برضو نبض الناس، يعني بعض يقول لك ايه في توقيت معين لما بتلاقي بقى الفرقه مثلا مستواها الفني مش ولا بد، ممكن تطلع اثنين ثلاث عناصر من قطاع الناشئين حصلت في فترات سابقه ولاعيبة اثبتت وجودها، هل المرحله دي ممكن تستعين بلاعب او اثنين من مواليد 97؟ بس ما تقوليش اسمه ايه، انا بس لا مش هقول اسامي. استعين بلاعب واحد بس ممكن على فكره، يعني في لعيب ممكن تستعين بيه في التوقيت ده ويسد لك صاره كويسه ولاعيب كويس جدا. دفاعيا ولا هجوميا؟ دفاعيا. هجوميا مش محتاج، هجوميا انت الاماكن موجوده كتير جدا او العناصر موجوده كتير، لكن دفاعيا انت عايز حد في الحته دي موجود وراجل مستواه ممتاز هايل طبعا، لكن ده في الاخر وجهه نظر مدير فني تحترم تماما، لكن عندك مواليد 97 مع كابتن عادل، لا في بعض لعيبه كنا احنا جبناهم من نهايه الموسم ده موجودين، وانا مصر ان هم لو اخذوا فرصه هيلعبوا هيبقوا كويسين، مش لسه انا هستنى عليه كتير، لا هو مبدئيا كان بيلعب دوري ممتاز فما يخش، لكن هي دايما التوقيت يا محمد مهم جدا، ازاي تدفع بلاعب ناشئ مع الفريق الاول، اوقات بيبقى غصب عنك في الاوقات اللي احنا فيها دي بتدفع بلاعب ممكن يبقى على قد المسؤوليه ويكمل ممكن، لكن دايما يحبس لما تلعب حد من الناشئين في ظروف حلوه في الفرقه الفايقه الفرقه كلها كويسه يظهر كويس، هو كويس كمان كويس، لكن الظروف دايما بتحكمك، يعني انت بتقول مثلا نبض الشارع بيقول ممكن استفيد، ممكن يعني ممكن حد يطلع من الناشئين واحد يلعب وسط الفريق مش هيحصل حاجه، ما اعتقدش هيحصل حاجه خالص بالظبط، مش هيخسر حاجه، لكن زي ما بقول لك انا دايما هي حته التوقيت مهم قوي، او حته الظروف المحيطه بالفريق دلوقتي. خط الوسط واحنا بنتكلم في تشكيله بتروجيت، ممكن حسام عاشور ولا اكرم وهشام ولا هشام ولا اكرم بجوار عاشور، شايف برضه المشهد ده ازاي؟ عاشور مع عاشور طول ما هو سليم هو موجود لا غنى عنه، لا طالما سليم لا غنى عنه، ما ينفعش عاشور ده ركيزه اساسيه موجود، زي ما بنتكلم احمد فتحي، زي ما بنتكلم على عاشور، زي ما بنتكلم على وليد، لا ناس موجوده بتفرق معاك تمام، فاكيد عاشور يبقى موجود. الحته الثانيه ممكن هشام زي ما شايف كابتن محمد، ممكن اكرم ممكن يقلبها خالص ويروح لعب كريم ويلعب بس يلعب باسم بقرايت ويحط كريم ليدفيد ديفندر. الخيارات دي مع ضغط المباريات وتواليها مدى تاثيرها على الفرقه بشكل فني؟ حته التاقلم بس، انك ما تشيل يعني ما حبسش انك تغير كتير، يعني ما حبسش غير في الملعب كتير خصوصا في الخطوط، لكن لو مضطر زي الفتره اللي انت فيها دي ما انت ما عندكش حل تاني،
الى جانب اللي الناس هتغيرها دي، اعتقد ان هو في فورمه كويسه هيقدر يأدي كويس. يعني بس انا بتكلم على كريم، كريم بيلعب ناحيه اليمين، كنت تحط في نص الملعب تستفاد منه في نص الملعب زي ما انت عايز، هيأدي كويس بقاله فتره بيلعب، خصوصا لما يكون حد لعيب جاي بقاله فتره محتاج تصبر عليه شويه. يعني ما ينفعش يبقى في خط بالكامل مثلا في اتنين ما لعبوش قبل كده، بتبقى مشكله الا لو مضطر، لكن لاعب ممكن تغيره في خط لا مش هيحصل حاجه. طيب هيغيب عنك صلاح محسن بشكل اكيد مباراه بتروجيت، وبرضه ظروف وليد ازارو لسه مش واضحه بشكل كبير، بس لو نفترض لا قدر الله اذا غاب مش هيكون عندك غير مروان محسن في الخط الهجوم الامامي يبدا اساسي. ما هي دي المشكله، لكن هيبقى عندك مشكله على الدكه، مش هيكون في فيرويد. هي دي المشكله ترشح. عشان كده بقول لك بتمنى، ما اعرفش هل هو ممكن يستعين بحد من 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 من, من الشباب ولا لا، وكانت محمد بيفكر فيه، او ممكن يلاقي حل من الناس اللي موجوده. لكن هو دلوقتي على كلامنا دلوقتي هو مروان بس محسن هو المتاح كراس حرب بس، لكن ما فيش حد تاني يعني اساسا. ما اعتقدش يعني محمد شريف ما قدرش يلعب راس حربه، لا بعيده شويه، صلاح محسن اصابه، وليد بتمنى بس وليد ازارو ممكن ان شاء الله يلحق يبقى الموضوع، اعتقد يبقى الامور احسن بكتير. الحاله النفسيه لوليد ازارو دلوقتي يا كابتن علاء، يعني وليد يقدر خلاص بقى في مباراه محليه وموجود دلوقتي في مصر بعد نهايه مشوار الاجنده الدوليه مع المنتخب المغربي، ما كانش متواجد في البطوله العربيه، او يعني جه حتى في اللحظه الاخيره ان هو كان وصل ليله المباراه متاخر بالظبط، يعني وصل الساعه 11 بالليل والمباراه كانت ثاني يوم بالظبط، فنقدر نقول وليد بقى يكون جاهز في المباريات القادمه، لكن حالته النفسيه ايه في الفتره الحاليه؟ لا اتكلمت مع وليد؟ اتكلمت مع لا نفسيا ما فيش حاجه، لا لا لا، وليد راجل محترف، عدى بظروف دي كتير قوي، هو سنه صغير لكن هو عارف امتى اتعامل مع المواقف اللي انا فيها كويس قوي. لكن لما وقفت واتكلمت معاه ما فيش حاجه خالص، بس حته الاصابه اللي جات له في قدم الرجل دي هي اللي بعدها خليها صعبه حتى يلبس الحذاء بتاع الكوره. مش قادر، لكن دي من حوالي 3 ايام تقريبا. لكن اعتقد وليد عايز يلعب، وليد نفسه يلعب، ولو هيقدر يلعب ويتحمل نفسه اعتقد ان هو هتلاقيه مباراه بودروجيت، وبودروجيت مباراه مهم حتى لو مش موجود اساسي، مروان موجود هيأدي، لكن يبقى عندك ورقه رابحه بره، وما شاء الله وليد ازارو حاجه ممتازه طبعا. يعني عنده الدوافع، عنده التحدي جدا طول عمره من يوم ما جه النادي الاهلي وعنده الدوافع، تحس ان هو حتى بعض الناس يقول لك الراجل ده تحس انه متربي في النادي ده، متربي في النادي ده من غيره والدوافع اللي عنده، دوافع حتى شخصيه، ودوافع عشان النادي وعشان فريقه وعشان هو نفسي، وده مش عيب على فكره، دوافع شخصيه اللي انا عشان ابقى كويس، دي احسن حاجه. انا بتعمد اسالك على وليد بس في الجزئيات الصغيره دي، لان انا عايز اوصل للناس رساله ايه اللي جوه اللاعب، او ايه اللي جوه وليد ازارو تحديدا. وليد جواه لعيب غيور جدا 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 على النادي الاهلي، غيور على نفسه، عايز يبقى على طول كويس، عايز يبقى دايما الاحسن، ودي احسن حاجه في لعيب كره القدم، لما جواك عايز دايما انا ما عنديش حاجه اللي انا وصلت لحاجه، لا انا عايز ابقى احسن، عايز ابقى احسن، دي ممتاز. لو كل الناس كده في الاخر فريقك انت هيبقى في احسن حال، ناديك هيبقى كالعاده نمره واحد. عشان كده بقول لك الدوافع الشخصيه اللي جواك دي، او شخصيتك انت كلعيب يا محمد، بتفرق معاك جامد جدا، ودايما بتدور على النوعيه دي. النادي الاهلي دايما بتدور على النوعيه دي، النوعيه اللي بيغير على نفسه، بيغير على التيشيرت اللي لابسه، عايز يبقى كويس، عايز يكسب، كل الحاجات دي يعني موجوده في وليد. انا ما بتكلمش على واحد بس عشان هو مش مصري، هي موجوده في وليد، موجوده واضحه جدا في وليد، زي ما بقول لك تحس ان هو متربي هنا، متربي في النادي الاهلي من كتر الغيره والحماس، وعايز يبقى كويس، وعايز دايما يكسب، مع ان ما شاء الله طبعا سنه صغير جدا، 22 سنه ولا حاجه، ما شاء الله عامل يعني هو في مسيرته الكرويه الفتره الصغيره دي من وقت ما كان بيلعب في المغرب، عشان كده كان ملفت قوي. واحد مش عارف كان بيلعب درجه ثانيه ولا درجه ثالثه، راح نادي بقى هداف، بقى راح المنتخب الاولمبي، بقى هداف منتخب الاولمبي، منتخب اول. فانت بتتكلم على نوعيه لعيب محمد اللي هو تقول لا اللعيب ده يا ريت يجي النادي الاهلي. فالحمد لله ربنا كرمنا وجبناه، وبدا وتاقلم مع الفرقه، وكابتن حسام كان له دور كبير جدا لحد ما بقى وليد، وثقته في نفسه مهمه جدا. بس انا ممكن ابقى مدير فني، انا بديك ثقه وبحاول ابقى اخليك كويس، بس انت من جواك مش قادر، فما لهاش لازمه. لكن انت النوعيه اللعيب، لا نوعيه اللعيب عايز يبقى كويس، عشان كده. وبعدين زي ما بقول لك انا الموسم اللي فات 21 سنه وكان بادي بدايه مش هي دخلت ضغط وهجوم غير طبيعي، دي اللي انا عايز اوصل لها يا محمد. لما انت 21 سنه وفي النادي الاهلي وجاي محترف ويتضغط عليك كده وتخرج من كل الضغوطات دي بالانجاز الكبير اللي انت عامله ده، لا يبقى انت فعلا نوعيه لعيب ممتازه يتمناها اي نادي. فلا وليد نوعيه لعيبه، انا عن نفسي بتمنى لعيبه كتير جدا زي ما كان احمد فتحي، بقول لك نفسي احمد فتحي ده يبقى 4 5 لعيبه في نوعيه احمد فتحي. هو ده، هي دي
نوعيه لعيب النادي الاهلي يا محمد؟ دايما بتدور على نوعيه معينه بس. عايز اقول لك بما انك اتكلمت عن نوعيه اللاعب، انا في احدى السفريات في الرحلات الافريقيه كنت بتكلم او بسجل مع وليد ازارو، فبقول له كلمه تحب تقولها لجمهور النادي الاهلي. قال لي رد انا لغايه دلوقتي مش متخيله يطلع من لعيب بالشكل ده، وحتى زي ما بتقول سنه صغير ولسه اول مره يجي النادي الاهلي. قال انا عمري ما شفت ضغط جمهور بالشكل ده على لعيب بيلعب في فرقته بالطريقه دي. قلت له طب ده سلبي ولا ايجابي؟ قال لي الضغط ده البعض ممكن يشوفه سلبي، لكن انا بالنسبه لي بسطني جدا. ايوه انا بقول ده اللي بتكلم فيه يا محمد، بقول لك انا وعيت واحد قلت له الضغوطات دي يا كابتن علاء ممكن تاثر عليك بشكل سلبي. قال لي بالعكس، مطلعه جوايا كميه تحدي غير طبيعيه. بس هو ده اللي بقى عايز اوصله ده. مش وليد بقى عايزين النوعيه دي، مش وليد، فريق النادي الاهلي في اللحظه دي او في الاوقات دي الضغوطات اللي عليك دي بما فيهم ضغط مباراه امبارح، لا بتطلع وحش من جواك، وحش يطلع كده من جواك تقول لا انا الضغوطات دي ما تاثرش فيا لسبب بسيط جدا هفضل اقول على طول، حضرتك في النادي الاهلي بس. يكفي الكلمه دي، لو عرفت قيمه الكلمه دي وعرفت الفانيله النادي الاهلي قد ايه عزيزه وقد ايه غاليه، كل الكلام اللي بيحصل حواليك ده ولا هتحس بيه. يعني بص رد وليد عامل ازاي، لا انا عايز بقى ان شاء الله كل فريق يعرف كده، كله كده. طيب بمناسبه وليد، يمكن لسه في خبر نزل على الموقع الرسمي ان غدا ان شاء الله وليد ازارو هيخضع لفحص طبي عشان نشوف امكانيه مشاركته او من عدم مشاركته في مباراه بتروجيت. فحتى موقف وليد لسه غير واضح، غير واضح يعني. لسه بكره هيشوف الجهاز الفني ان شاء الله يا رب يبقى يقدر حتى لو شارك لو لجزء هيفرق وجوده حتى كمان. طيب داخل عليك انتقالات يناير وعندك فرصه، انا برضه عمال احسب الحسبه، عندك عدد لعيبه 25 انت مكمل القائمه، في لعيب على قائمه الانتظار، القائمه الافريقيه 23 هتحط 7 لعيبه. طب السبع لعيبه هل هتعتمد على لعيبه من قائمه الانتظار ولا هتجيب صفقات؟ طب الصفقات اللي انت ممكن تجيبها يعني عايز اخد بالمقياس للمتاح حسب القوانين وحسب اللوائح، هل الاستبدال مفتوح ولا انت مطالب انك تكمل لغايه 30 في يناير فبالتالي هتجيب 5 صفقات؟ الامور دي يا كابتن علاء بتشوفها ازاي وازاي تستفيد منها في التوقيت الحالي عشان قدر الامكان تحاول تعدي المرحله اللي انت فيها؟ لو انت في مرحله 40% توصل قدر الامكان ل 70 او 80%، مش هتوصل ل 100% الا بعد نهايه الموسم. يعني عشان بس تبقى القصه واضحه، انت عشان تغير الشكل او تظبط شكل الفرقه مش هيحصل الا مع بدايه الموسم القادم بانتقالات صيفيه جديده. لكن الفتره دي انت محتاج صفقات، وصفقات تليق باسم النادي الاهلي الفتره دي، حتى لو ممكن تبقى الاسعار مبالغ فيها شويه، لكن انت مضطر تعمل صفقات. صفقات لان الناس كلها مستنيه يناير يكون في شكل جديد للنادي الاهلي، في لعيبه جديده في النادي الاهلي، فدي لازم يا محمد ان شاء الله هتتعمل واكيد هتبقى مفيده ليك انت ليه الفتره دي، انك هتكمل للموسم القادم ان شاء الله. عشان كده بقول لك مش هيعدي شهر واحد ده ان شاء الله غير في صفقات كويسه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله تعجب الناس وان شاء الله تبقى ليها تاثير كويس في الفريق نفسه. حضرتك من انصار اللاعب اللي يجي يكون لعيب جوكر؟ انا بحب اجيب لعيب يلعب اكتر من مركز، وخصوصا لو متاح. ليه لا، بالعكس حاجه مفيده جدا. مفيده انت كمان ليك كنادي، ليك كمدير فني، بتكسب اكتر من مركز يعني، وكل لعيب مركز 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 ماشي، لكن في اماكن في لعيب يحل لك في الملعب مثلا مركزين، ممكن ثلاثه، احمد فتحي اللي بيحل لك 4 مراكز في الملعب، عشان كده هو احمد فتحي. دايما بتدور دلوقتي دايما بتجيب اللعيب اللي ممكن يحل لك مشكله واثنين، هو ده اللي بتبص عليه في الاول، لو مش موجود خلاص بتجيب اللعيب اللي هو انت محتاجه. طيب هو متاح داخل مصر؟ طب متاح خارج مصر؟ ده سؤال؟ طيب متاح جوه مصر. وده خارج مصر؟ جوه مصر. بس وفي الخارج متاح؟ وفي الخارج في متاح. وفي الخارج في متاح. طيب سؤال اخير واحنا بنتكلم في الفتره الحاليه يا كابتن علاء، اتفضل. 7 مباريات الباقيين في فتره شهر ديسمبر، لان شهر ديسمبر انا بعتبره شهر حاسم في شكل المنافسه. دي حقيقه. يفرق بنسبه كام لكام؟ وانت لسه المشوار طويل، يعني حتى لما تلعب السبع مباريات انت لعبت بالظبط 13 مباراه من اصل 38، لسه عندك عدد كبير جدا من المباريات. هو مش هيفرق في شكل البطوله يا محمد، لكن هيفرق في شكلك انت كنادي اهلي الفتره دي. الفتره دي مباريات كتير جدا، لكن محتاج عشان هي جت في الفتره اللي فيها اخفاقات شويه، تعرف لو الفتره دي يعني كنت واخد بطوله افريقيا وبطوله عربيه ماشي كويس قوي، كان المرتبه حلوه جدا، مفيش اي مشكله خالص هتاديها، مفيش اي مشكله، لكن هي جت فتره بعد اخفاق، عشان كده انت بتدور
تاخد منها كل المكاسب، لان الدوري لسه طويل قوي. انا ما ببصش على الدوري دلوقتي، لكن انا عايز الفتره دي هاخدها لوحدها كده بس، باكج كده بس تطلع بيه ازاي، اطلع منه ازاي بمكاسب. مكاسب يبقى هو ده اللي هيخرجني دلوقتي، مكسب مباراه في الثانيه في الثالثه خلاص، اللي هو الطبيعي بتاع النادي الاهلي. مع يناير ان شاء الله ما يخش عليك، بتعمل الصفقات بتاعتك، الامور اعتقد هتحسن بشكل كبير جدا 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 جدا، وما عنديش شك في الكلام اللي بقوله ده خالص. يعني انا ما عنديش اي شك في الكلام اللي بقوله ده، الامور هتحسن وهتبقى احسن ان شاء الله. بس هي الترتيبه كده، خدها قطع قطع زي ما بقول كده، خد الفتره بتاعت المباراه المؤجله دي يا محمد، تخرج منها، تخرج منها بمكاسب. المكسب خلاص الرؤيه تبقى هاديه والامور كلها تبقى كويسه، تبدا تشوف انت عايز تعمل ايه. يناير تعمل صفقاتك، تظبط فرقتك، خلاص كل حاجه تبقى كويسه، تبدا بقى بدايه جديده، عينك على دوري، على افريقيا، تخش فانتي فيها، كاس مصر اللي هو الطبيعي، الطبيعي بتاع لا افريقيا هتكون متلاحمه. بالظبط، ما انا بقول لك 32 الشهر الجاي يناير دول المجموعات. خلاص، ما انا عشان كده بقول لك، بقول لك بقى خلاص الطبيعي بتاعك بقى، عشان كده بقول لك مهم قوي حته الصفقات دي، عشان بطوله افريقيا والمباريات الكتيره قوي اللي انت هتبقى ملتزم بيها. كلمه اخيره تحب تقولها يا كابتن علاء، ولو في رساله تحب توجهها للعيبه وللفرقه في التوقيت الحالي، لان عندك مباراه بتروجيت، اكيد المكسب مش هيفرق، بس لا هيفرق معاك كتير كتير قوي على الاقل على المدى القصير خلال الفتره الجايه. لا، وانا لو هوجه رساله طبعا اكيد هوجه رساله لجمهور النادي الاهلي، اقول لهم اكيد الفتره احنا فيها دي اكيد هم زعلانين جدا، لكن على قد زعلهم قوي على قد انا هطلب حاجه انا عارف هي موجوده والله، خليكم دايما مع فرقكم في ظهر الفريق، في ظهر فرقكم، لان لازم تعرفوا انتوا قد ايه مؤثرين جدا 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 في فريق النادي الاهلي. واكيد الاجيال الكتير قوي اللي كانت بتفرحكم دايما وانتوا تفرحوا معاهم، اكيد كل حاجه هتيجي، لكن دايما انتوا في الاوقات الحلوه موجودين، في الاوقات الوحشه القليله قوي الحمد لله على فكره القليله قوي يا محمد موجوده في النادي الاهلي موجودين. نتمنى يا رب ان شاء الله الفتره القادمه تبقى فتره افراح كلها يا رب، وناخدها زي ما قلنا كده محمد مباراه مؤجله ان شاء الله تبقى فتره افراح لجماهير النادي الاهلي، وتبقى الحته الغمامه السوداء دي عدت، وانا متاكد ان هي هتعدي يا رب باذن الله، وان شاء الله ناخد منها كل حاجه ايجابيه. مرة تانية بقول لهم يعني اكيد زعلانين، لكن دايما احنا طماعين ان انتم موجودين حوالين الفرقه، ولازم تعرفوا انتم مؤثرين جدا معانا. كابتن علاء ميهوب كاحد العلامات التدريبيه في النادي الاهلي في الكره المصريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار. اشكرك يا محمد، وكل التوفيق ليك يا رب الفتره القادمه للنادي الاهلي. اشكرك يا محمد، شكرا، شكرا جزيلا. كان حوار فني معنوي نفسي اكتر مع كابتن علاء ميهوب، احد المدربين العلامات الكبيره في الكره المصريه وفي النادي الاهلي، دايما له وجهات نظر فنيه محترمه حتى في اختيارات اللاعبين او في الرؤيه المتعلقه بفريق كره القدم. كل التوفيق يا رب للفريق خلال المرحله القادمه، الفترة الحالية مش محتاجين إلا وعي الجمهور وحضور الجمهور ومساندة الجمهور لفرقته، لأن محدش هيطلع النادي الأهلي من الحالة اللي هو فيها دي إلا جمهور النادي الأهلي، ودايما بنراهن على وعي جمهور النادي الأهلي. هذا النادي ملك لمن صنعوه، ومن صنعوه هم مشجعوه. شكرا، وبعد الفاصل بإذن الله زميلي أمير هشام والفقرة الحوارية الثانية في برنامج الأهلي الليلة.